أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. إن شاء الله المشرف على مدرسة السلام الخاصة للتعليم العتيق. البارحة الساعة 11 ليلا اندلع واحد الحريق بالمؤسسة في هذا الجناح اللي هو خاص بالمبيت ديال الأطفال. استطعنا نقضوا بالتضافر الجهود ديال الحراس العامين ديال السلطة المحلية والوقاية المدنية، استطعنا أننا نقضوا الحياة ديال أغلبية التلامذ باستثناء ثلاثة ديال التلامذ اللي ما استطعناش أننا نقضوا من الحياة واللي توفوا في هذا الحادث الآليم. سبب الحريق باقي لحد الان ما عرفناش السبب المباشر. الشرطه كترجح فرضيه التماس الكهربائي.